الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: اللقاء الديمقراطي يلتئم للبحث في الملف الرئاسي، والحريري يؤكد أننا ذهبنا للتسوية حرصا منه على إنقاذ البلد. النفايات تعود مجددا إلى شوارع العاصمة بسبب إضراب عمال سكلين، ورئيس بلدية بيروت يحذر الشركة. تقدم مهم في العمليات لتحرير الموصل، والقوات المشتركة تقتحم الحمدانية وتتوغل في تلكي. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة: نيمار يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2021. أهلا بكم. أقل من 9 أيام تفصلنا عن موعد 31 من الجاري، موعد الجلسة الجديدة لانتخاب رئيس للجمهورية. جلسة وصفها البعض بالحاسمة، خصوصا أن المعطيات التي طرأت وتجلت بترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب ميشيل عون أوحت بإمكان إنهاء الشغور الرئاسي في هذه الجلسة. إلى ذلك، غادر اليوم الرئيس سعد الحريري بيروت متوجها إلى المملكة العربية السعودية. أما في المواقف فقد التأم في المختارة اللقاء الديمقراطي وبحث في الملف الرئاسي. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط كان أشار في تغريدة عبر تويتر إلى انعقاد جلسة تشاور للقاء الديمقراطي العريض حول حجم الرئيس اليوم، وأضاف: سيتخذ القرار في الأسبوع المقبل. أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الأحداث تخطت كل المراحل، وقال عبر تويتر: نحن في نهاية المرحلة السابقة، وأتمنى على كل القوى أن تلتف حول عونه وأن نصل إلى رئيس للجمهورية في الجلسة المقبلة. جعجع كان زار مساء أمس بيت الوسط، حيث التقى الرئيس سعد الحريري وقال إن العلاقة بين المستقبل والقوات عادت إلى سابق عهدها، لافتا إلى عدم الاستكانة قبل تحقيق مشروع 14 من آذار. المشاورات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية محور اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيت الوسط. اللقاء حضره المستشاران غطاس خوري وملحم رياشي، وأعرب بعده جعجع عن سروره لأن العلاقة بين القوات والمستقبل قد عادت إلى سابق عهدها، مؤكدا أن كل ما يتم القيام به هو من أجل تحقيق مشروع الشهيد وسام الحسن و14 آذار، مهما كان هنالك من طلعات ونزلات كما قال. وردا على سؤال، شدد جعجع على أن 14 من آذار باقية، لكن لا أدري إن كان هنالك لا يزال 8 آذار. بدي حيي شجاعة سعد الحريري، لأنه الموقف اللي أخده مبارح ما كان هيه. أنا الموقف اللي أخذته كان هين علي بكل صراحة، لأنه بيجي نسبيا عم بحكي كمان ما كان كتير هين، بينما يمكن سعد الحريري أخذ موقف ليل غيره يلي كانوا بيسترجوا، خليني أطرح بهالشكل، ياخدوه موقف أنا برأيي منطقي وعقلاني، بس بذات الوقت يمكن عم بحكي منه شعبي بالوقت يلي مثل ما شايفين، لا يعني الناس بتضل طلقت المنطق الأشياء يمكن أكثر من كتار من السياسيين، بس ما بيمنع على أنه بمواجهة هيك موجة معينة ما 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 ما, ما تراجع أبدا أو ما خلته يغير رأيه وكفى بموقفه. وهذا الشيء مش أول مرة بيعملها الشيخ سعد، إن شاء الله الأيام قدامنا، بس إن شاء الله مش عطول نتواجه بمواقف يكون بدها هالقد شجاعة. على أثر انتخاب رئيس الجمهورية نحن نسوق بيت الوسط، مرشحنا طبعا لرئاسة الحكومة مثل ما هو مرشح الجنرال عون راح يكون سعد الحريري، وبالتالي بتعرفوا يعني أي حكومة راح نكون قدامها، وعلى أثرها لأنه هذا عهد جديد ما بيتحمل منتعات وأخذ ورد حكما، بتأمل بوقت قياسي يكون عندنا حكومة جديدة.
جعجع سأل: إذا كانت مبادرة الحريري قد ساهمت بارتفاع سوق الأسهم سريعا، فكيف سيصبح الوضع حين تبدأ الخطوات الإيجابية عمليا؟ اعتبر وزير المال علي حسن خليل أنه لا يمكن لأحد أو فريق أو مجموعة فرقاء أن ينفرد بتحديد خيارات اللبنانيين التي يجب أن تحترم من خلال صياغة التفاهمات الوطنية العامة التي تسمح بالخروج من المأزق السياسي الذي نعيشه بأقل قدر من التداعيات السلبية على الاستقرار الوطني. خليل قال: نؤيد ونبارك أي تحرك يدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، وندعو الجميع إلى ممارسة دورهم الديمقراطي من خلال المشاركة في جلسة الانتخاب التي لن نشارك بمقاطعتها، بل سنمارس حقنا الديمقراطي في التعبير عن موقفنا واحترام إرادة الأغلبية النيابية فيما تصل إليه، لنهنئ الفائز في انتخابات رئاسة الجمهورية، ولنفتح ونمد اليد معا إلى تعاون حقيقي، معارضة وموالاة في سبيل لبنان. أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن من واجبنا اليوم أن نعين سعد رفيق الحريري في خياره الرئاسي، لا أن ندينه أو نزايد عليه للعبور بالبلد إلى بر الأمان، مشيرا إلى ترشيح عون للرئاسة عطل مفاعيل التعطيل الذي كان يمارسه حزب الله. لا نذهب إلى التسوية حبا بالتسويات، بل لأننا نعيش في بلد التسويات، بلد لا غالب ولا مغلوب. هذا ما أكده أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري خلال جولة في منطقة البقاع الأوسط، شرح خلالها الظروف التي أدت إلى إطلاق الرئيس سعد الحريري مبادرته الجديدة بإعلان تأييده لترشيح ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. وبعد تلبيته دعوة رئيس مجلس المستشارين في منسقية تيار المستقبل في سويسرا طارق خالد محي الدين المايس إلى مأدبة غداء تكريمية أقامها على شرفه بحضور مفتي زحل والبقاع الشيخ خليل المايس في دارته في بر الياس، قال أمين عام تيار المستقبل إن الرئيس الحريري عطل مفاعيل التعطيل الذي كان يمارسه حزب الله. الأهم أنه شفنا جرأة سعد الحريري حيث لا يجرأ أو يجرؤ الآخرون. بالمبادرة تلو المبادرة لإنقاذ البلد، بدل التنظير ورفع المتاريس والتحريض، ما عم نعمل تسوية حبا بالتسويات، عم نعمل تسوية لأنه هيدا البلد بلد التسويات منذ 43، عم نعمل تسوية حرصا على إنقاذ البلد وحماية الموقع المسيحي الأول بهيدا الشرق. واجبنا اليوم كلنا سوا نوقف وراء الرئيس سعد الحريري ونعينه على هذا الخيار، مش ندينه أو نزايد عليه، لنوصل البلد على بر الأمان. بعد ما عطل الرئيس الحريري مفاعيل التعطيل اللي كان عم بيمارسه حزب الله، دقت ساعة الامتحان. خلونا ننطر ونشوف من اليوم لجلسة 31 مين فعلا بده رئيس جمهورية ومين ما بده. القيادة لا بد منها، وقدرنا اليوم أن يكون قيادة الشهيد بما علم وبنى، وقيادة دولة الرئيس الحريري بما حصن وحافظ. وكان الحريري استهل جولته بزيارة مقر اتحاد بلديات البقاع الأوسط في قبلياس، حيث عقد اجتماعا مع رؤساء بلديات المنطقة، وإذ أعلن رؤساء بلديات البقاع الأوسط تأييدهم ودعمهم لمبادرة الحريري، شدد رئيس الاتحاد محمد البسط على أن البقاع الأوسط لا يزال على عهده مع الرئيس سعد الحريري منوها بمبادرته. ومن قبلياس انتقل أحمد الحريري إلى مجد العنجر وأدى صلاة الجمعة في أزهر البقاع. أكدت النائبة هي الحريري أننا في كل مرة نضطر لتقديم تنازلات من أجل سلامة الوطن واستقراره.
كلام الحريري جاء خلال رعايتها حفل تخريج طلاب معهد كريت الفني الرسمي للناجحين في الشهادات الرسمية للعام 2016. الخصومات لا تبني الاستقرار ولا تحقق الازدهار، هذا ما أكدته النائب بهية الحريري خلال رعايتها حفل تخريج الدفعة 12 من طلاب معهد التكريت الفني الرسمي الناجحين في الشهادات الرسمية للعام 2016، والذي مثلت فيه أيضا الرئيس سعد الحريري، وذلك بحضور نواب المنطقة معين المرابي ورياض رحال وخالد زهرمان ونضال طعمي وعدد من رؤساء بلديات وفاعليات المنطقة. وأشارت الحريري إلى أنها جاءت اليوم لتحقق أمنية عزيزة من أمنيات الرئيس الشهيد رفيق الحريري بزيارة عكار ولقاء أهلها، والتي منع من تحقيقها وهو على قيد الحياة. وأنني أقول وبصوت عالي أن لا قيامة للبنان ولا استقرار في لبنان ما لم يبدأ الازدهار في عكار. إننا نقتدي بكم وبأخلاقكم وقيمكم ووطنيتكم في كل مرة نضطر فيها لتقديم تنازل من أجل سلامة واستقرار الوطن، ونأخذ من تسامحكم مع كل لبنان مثالا ونموذجا لنهجنا وعملنا، لأن الخصومات لا تبني الاستقرار ولا تحقق الازدهار. من جهته أكد النائب المرعبي الوقوف إلى جانب الرئيس سعد الحريري في متابعة المسيرة. اللي متأمل الشيخ سعد الحريري نقدر نحن نساعده كمان، مش نتركه لوحده، نكون حده بإرادته بإعمار عكار بإنماء عكار بتعليم عكار بخلق الفرص بعكار. بعتقد هيدا هو طلبنا كلنا سوا من الرئيس، من دولة الرئيس سعد الحريري، من سعد رفيق الحريري. وكانت الحريري استهلت جولتها في عكار من بلدة البروج، حيث أقيم لها استقبال حاشد، ثم توجهت إلى منزل النائب المرعبي حيث التقت عددا من فعاليات المنطقة ومن شبابها بحضور رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدي. واستمعت الحريري إلى بعض المطالب الحيوية، لا سيما بناء مدرسة جديدة وإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار، ووعدت بمتابعتها. وضعت المبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري البلاد أمام منعطف جديد. ومنذ الانتهاء من خطابه التاريخي بدأت الدعوات إلى ضرورة الالتقاء حرصا على البلاد والعباد. التقرير لربيع شنطة. إنها ليست المبادرة الجريئة الأولى التي يتخذها الرئيس سعد الحريري حرصا على الناس والوطن. مبادرة تأييد ترشيح النائب ميشيل عون أتت بعد استفحال الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وبعد عدم التمكن من انتخاب أي من المرشحين الحلفاء والخصوم والمستقلين الذين تم اقتراحهم. بصراحة كلام صادق ومسؤول من الرئيس سعد الحريري ومن الرئيس دكتور الرئيس عماد عون، اللي بيخلينا نتفائل أنه يكون في مرحلة جديدة حقيقة، يكون في من التفاهم، وخاصة أنه الاثنين هن لهم تقل كتير كبير وصفة تمثيلية. وما ننسى أنه استقلال لبنان أساسا يعني كان بنص حرب عالمية، حرب عالمية الثانية، تأسس على تفاهمات بين المسؤولين اللبنانيين. ومين كان يفكر من سنة أنه رح يكون في انفتاح من دكتور سمير جعجع للعماد عون؟ ومين كان مفكر بس الكل طالب انه المسيحيين اتفقوا انه راح يكون في اتفاق على مرشح؟ واليوم اكيد الرئيس حريري بعتقد انه عم بيقوم بخطوه اللي هي نتيجه هالمسار الطويل. هلا بيكون في مزايدات، ما بعتقد انه حدا بده يزايد على مصلحه لبنان. على مبادئ عده جرى التوافق بين الحريري وعون، وعلى راسها الحفاظ على النظام والدوله بعيدا من اي طروحات انقلابيه. خطاب زعيم، خطاب مسؤول، خطاب ابن رفيق الحريري، ابن الشهيد رفيق الحريري، ابن الرجل الذي استشهد وقدم كل شيء حتى الشهاده في سبيل لبنان. استنفد كل الوسائل لملء الشهور ووقف هذا التعطيل المدمر، نعم المدمر للبلد، والذي ينذر، وهذا شيء جدي، ينذر باخذ البلد الى الخراب، نعم الخراب والفتنة لا سمح ربما لا سمح الله. التعطيل والفراغ هو وصفة لتدمير النظام،
وإلغاء النظام اللبناني والانتظام الداخلي. طائف يعني؟ والطائف طبعا. لم يعد يستطيع الرئيس الحريري كما عبر ترك البلاد أسيرة لا استقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، ولذلك دعا الجميع إلى كلمة سواء حقرا للدماء وكي يتوقف النزيف على كل صعد بعيدا من أي شعبوية تضحي بلبنان ومن فيه. بيئيا، ورغم تأكيد رئيس بلدية بيروت بأن النفايات سترفع خلال الساعات القليلة الماضية من العاصمة، إلا أن الشوارع لا تزال تغمرها النفايات بسبب اضطراب العمال في شركة سوكلين. استفاق أهالي بيروت على كابوس النفايات الذي عاد مجددا إلى الطرقات نتيجة إضراب عمال شركة سوكلين. رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أشار إلى أن هناك شركتين مقاولتين تعملان على إزالة النفايات، لافتا إلى أن الشوارع ستعود نظيفة وخالية من أكوام النفايات. وأكد عيتاني أنه لن يسمح بتكرار هذه المشكلة، وأن بلدية بيروت ومجلس الإنماء والإعمار يعمل على إيجاد حلول جديدة لاعتمادها في المستقبل في حال حصول أزمة من هذا النوع. نحن طبعا مش رح نقبل نتاخذ رهينة مفاوضات شركة بين عندها مشاكل داخلية لا تتعلق بالبلدية ولا بالعقد اللي مرتبط بينها وبين مجلس الماء والأعمار وبينها بأي صلة. هذا موضوع خاص بالشركة لا يجب أن يؤثر على الوضع على الأرض. لذلك طلبت من شركة أخرى أنه تنزل على الأرض وتبلش إزالة النفايات. عوضوا الاتصال فيه بعد ساعة وقالوا لي أنه هني جابوا مقاول آخر كمان وبلشوا يلموا نفايات من الشارع. اليوم هلأ حاليا في فريقين عم بيلموا نفايات من الشارع، وبآخر النهار إن شاء الله بتكون بيروت رجعت نطفت. ولكن الموضوع لن يتوقف عند هون. نحن حنطلب مجلس الماء والأعمار النظر بالعقد اللي بينه وبين سوكلين واتخاذ الإجراءات المناسبة يلي تضمن سلامة عدم تكرار هذا الموقف مرة ثانية. فنحن عم نجهز حالنا لحلول دايما نقدر نستعملها في حال صار معنا أزمة من هالنوع. من جهتها أشارت شركة سوكلين إلى أن المفاوضات مستمرة بين اللجنة التي تشكلت والتي تضم موظفين من الشركة وشركة سوكومي بإشراف وزارة العمل لإيجاد حل للمشكلة القائمة، لافتة إلى أنها تعمل على تأمين فرص عمل للموظفين في الشركات الجديدة التي ستقوم بتشغيل هذا المرفق العام. أمنيا، وفي محلة المعاملتين أوقفت دورية من شعبة المعلومات كل من اللبنانيين رارة وباء عين للاشتباه بانتحالهما صفة رجلي دين، وبخاصة استخدام اسم مونسنيور صليبة وقيامهما بأعمال احتيالية. وبحسب بيان لقوى الأمن الداخلي فأنه بالتحقيق معهما اعترفا بأنهما ينتحلان صفة رجل دين ويقومان بالاشتراك مع شخص آخر بالاحتيال على حوالي 12 مؤسسة وشركة وأشخاص بطلب مساعدات مالية بداعي معالجة مرضى في المستشفيات. أضاف البيان أنه تم استدراج رئيسهما الثالث إلى أمام سرايا جوني حيث تم توقيفه وهو جيم نون، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه. وقد تبين أنهم جميعا من أصحاب السوابق بعمليات الاحتيال، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص. وتتابعونا بعد الفاصل. تحمل نظام الأسد مسؤولية الهجمات بالغازات السامة. وسط قصف جوي الجيش العراقي يقتحم قضاء الحمداني شرق الموصل صباح اليوم، فيما بدأ الجيش العراقي بالتوغل داخل أحياء تلكيف شمال مدينة الموصل. في اليوم السادس لمعركة تحرير الموصل شن الجيش العراقي وقوات البشمركة هجوما واسعا من المحورين الشمالي والجنوب الشرقي لمدينة الموصل في محاولة لإحكام الطوق على المدينة. وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش العراقي بدأ بالتوغل داخل أحياء تلكيف شمال مدينة الموصل وسط قصف جوي، ويعتبر القضاء أحد أقرب النقاط الجغرافية لبوابة الموصل الشمالية. يأتي ذلك في وقت شرعت فيه قوات الهندسة
لجهاز مكافحة الإرهاب بعملية تطهير ناحية برطلة. من جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن قوات البشمركة هاجمت بلدة تل سقف شمال الموصل في وقت تمكنت قوات الفرقة التاسعة في الجيش العراقي من اقتحام قضاء الحمدانية ورفع العلم العراقي فوق قائم مقامية القضاء إضافة إلى مبنى المستشفى العام. وفي شمال المدينة تحاصر قوات البشمركة الكردية ناحية بعشيقة بالكامل تمهيدا لانطلاق قوات جهاز مكافحة الإرهاب لاستعادة عدد من القرى الممتدة على طول الطريق من بعشيقة وحتى مداخل مدينة الموصل من جهة الشمال الشرقي. كما سيطرت القوات المشتركة على كامل ناحية القيارة وجميع الأبار النفطية المحيطة بها. وفي كركوك أعلن التلفزيون العراقي عن انتهاء العمليات ضد مسلحي داعش الإرهابي ورفع حظر التجوال جزئيا علما أن المواجهات كانت امتدت إلى ساعات الفجر الأولى حاصدة أكثر من 47 قتيلا و123 جريحا. وتواصل قوات البشمركة عمليات التمشيط في منطقة وادي النفط غرب كركوك بحثا عن أفراد من داعش تحصنوا هناك بعد الهجوم على المدينة. إلى ذلك أعلن عن وصول وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى بغداد في زيارة غير معلنة يلتقي في خلالها كبار المسؤولين العراقيين لمناقشة مسار الحرب ضد تنظيم داعش ومعركة استعادة مدينة الموصل. خلال مؤتمر المجلس الأعلى للصحوة الإسلامية الذي يعقد في العراق صعد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من لهجته ضد دول في المنطقة بحضور المستشار الإيراني علي أكبر ولايتي. وهاجم العبادي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر هاجم تركيا بالعمل من أجل مصالحها في العراق وليس لمساعدته، متسائلا أين كان المتباكون على أهل السنة عندما ذبحهم داعش وهجرهم من أراضيهم. وأضاف: يوم قلنا لتركيا نريد سلاحا لم ترسل، ويوم احتجنا سلاحهم لم يأتوا، واليوم يرسلون قواتهم لماذا؟ وإذ أكد أن العراق يريد الخير لكافة الدول العربية ولا سيما لتركيا والسعودية ولا يريد العداء مع أي منها، دعا كل الدول العربية والإسلامية إلى التوحد. وطرح تساؤلات عن أسباب تدمير سوريا وليبيا واليمن داعيا الدول العربية والإسلامية إلى التوحد. أعلن جيش الفتح أحد فصائل المعارضة عن عزمه إطلاق معركة وشيكة لفك الحصار عن شرق حلب، فيما لا تزال الهدنة الروسية سارية المفعول رغم غارات النظام. في ثالث أيام وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا من جانب واحد ويقضي بهدنة خلال النهار لأربعة أيام متتالية، ساد هدوء حذر مدينة حلب المحاصرة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن عمليات الإجلاء الطبية وتوصيل المساعدات لم تنفذ بعد في ظل استمرار ضربات جوية سورية أو روسية على الجزء الشرقي من حلب الخاضع لسيطرة المعارضة منذ أن بدأت روسيا وقف إطلاق النار. لكن مقاتلي المعارضة قالوا أنه لا يمكنهم قبول وقف إطلاق النار لأنهم يرون أنه لا يفعل شيئا لتخفيف معاناة من اختاروا البقاء في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة في حلب. وأعلنت غرفة عمليات جيش الفتح عن معركة وشيكة لفك الحصار عن أحياء حلب الشرقية المحاصرة. عددنا العدة بإذن الله من سلاح ومن رجال بانتظار ساعة الصبر. في المقابل دعا النظام السوري وروسيا السكان ومقاتلي المعارضة في شرق حلب إلى المغادرة المدينة عبر ممرات معينة والذهاب إلى مناطق أخرى تحت سيطرة المعارضة مع ضمان سلامتهم، لكن عددا قليلا من مقاتلي المعارضة أو المدنيين استجاب. وقالت مصادر مدنية أن النظام يحاول التقدم على النقاط التي حددها لخروج الجرحى ويستغل الهدنة في محاولة التقدم، إلا أن فصائل المعارضة مكنت من قتل وجرح عدد من العناصر المهاجمة. كما اندلعت اشتباكات متفرقة بين المعارضة والنظام والميليشيات الموالية أثناء فترة الهدوء على الجبهات، كما سقطت بعض القذائف على الجزء الغربي من المدينة. وفي ريف حلب الشمالي تواصلت المواجهات بين فصائل معركة درع الفرات المدعومة من تركيا وبين قوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة مارع. وأعلنت القوات التركية أن المعارضة طردت مقاتلي داعش من 1270 كيلومترا مربعا في الأراضي الموازية للحدود مع شمال سوريا. كشف تقرير سري لمجلس الأمن الدولي أن تحقيقا دوليا أنحى باللوم على قوات النظام في سوريا في هجوم ثالث بالغازات السامة.
التقرير الذي استمر 13 شهرا من جانب الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. اتهم قوات النظام باستخدام الغازات السامة في هجوم نفذته مروحية عسكرية على بلدة قميناز في محافظة إدلب في 16 من أذار عام 2015. وتسلم أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة من التقرير، ويتوقع أن تتم مناقشته في جلسة خاصة في 27 من الشهر الجاري. يجتمع ممثلو دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الاثنين المقبل في الكويت لتعزيز مكافحة تمويل التنظيم المتطرف، بحسب ما أعلن ممثل عن وزارة الخزانة الأمريكية. وستعقد مجموعة العمل لمكافحة القدرات المالية لتنظيم داعش التي تقودها كل من الولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا، وتضم 35 بلدا، لتبادل المعلومات ومواصلة تطوير وتنسيق التدابير ضد النشاط المالي لتنظيم داعش. وأعلن نائب وزير الخزانة المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب أن تنظيم داعش لم يعد يدفع تعويضات لعائلات عناصر التنظيم الذين قتلوا في المعارك، متحدثا أيضا عن حالات فساد. نظمت حركة نضال العربي لتحرير الأحواز تظاهر أمام البرلمان الألماني من أجل ممارسة الضغط على الدولة الفارسية لوقف سياسة الإرهاب. تحت شعار لا للإعدامات في الأحواز العربية، نظمت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز مظاهرة حاشدة أمام البرلمان الألماني، شارك فيها عدد كبير من أبناء الجاليات العربية بالإضافة إلى شخصيات ألمانية متضامنة مع نضال الشعب العربي الأحوازي. ورفع المتظاهرون صورا لقتل أحوازيين أعدمتهم السلطات الإيرانية في السنوات الأخيرة، وندد المتظاهرون بجرائم الدولة الإيرانية في الأحواز، معتبرين ما تقوم به يرتقي إلى مستوى يمكن اعتباره بجريمة ضد الإنسانية. وعن أهداف التظاهرة قالت الحركة أنها جاءت من أجل الضغط على الدولة الإيرانية، وفي الوقت ذاته حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الأحوازي، وإعلان احتجاج هذا الشعب حول تهميش قضيته وملف الشعوب غير الفارسية، ولا سيما بعد التقارب الإيراني الغربي الأخير. ودعت الحركة الدولة الألمانية لممارسة الضغط على الدولة الفارسية لوقف سياسة الإرهاب التي تمارسها ضد الشعب الأحوازي الأعزل، ومراقبة معايير العدالة في الأحكام الجائرة التي تصدرها محاكم المحتل الإيراني في الأحواز وفي مناطق الشعوب غير الفارسية. وكما هي العادة في المظاهرات الأحوازية السابقة، لم تغب القضية السورية، فقد كانت حاضرة عبر مشاركة العشرات من السوريين الذين أعلنوا عن تضامنهم ودعمهم لكفاح الشعب العربي الأحوازي في مجابهة الاحتلال الإيراني. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. جرحى في تدهور باص في المتن. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. الحريري يؤكد أننا ذهبنا إلى التسوية حرصا منا على إنقاذ البلد. النفايات تعود مجددا إلى شوارع العاصمة بسبب إضراب عمال السكنين، وتقدم مهم في العمليات لتحرير المصر. استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي رئيس جمهورية فيجي، وكان عرض للأوضاع والتطورات. وقد حضر اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير. أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب إعفاء التلاميذ اللبنانيين فقط المسجلين في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية من رسوم التسجيل لحساب الموازنة العامة. أكد القيادي في القوات اللبنانية عماد وكيم أن حزب الله يفضل الفراغ في سدة الرئاسة لأنه يرفع من أسهم المؤتمر التأسيسي الذي يحلم به. كلام وكيم جاء في مقابلة مع برنامج كلام بيروت. التحليل الرئيسي بيقول عن حزب الله بالمرحلة السابقة يعني من قبل بجمعة وجمعتين انه ليش ما بده رئيس على المستوى الداخلي. نعم. ممكن يعني كل شيء بيؤدي لتشرذم الدولة اللبنانية اكثر واكثر. كل شيء بيؤدي لتشرذمها بقوي مشروع باتجاه المؤتمر التأسيسي. على المستوى الايراني بتضل ورقة بايد ايران على ورقة التفاوض السوري. نعم. ورقة التفاوض السوري حتى نشوف ايمتى. حزب الله على التزام وواجب سياسي واخلاقي ومجبور ومحشور وراح يروح باتجاه التصويت للعماد عون، مشان هيك بده يحاول كل جهده لانه بالاخر اذا هذا الخيار بده يعمله
عليه خيار كمان بصورته هو يبين انه ماسك 8 اذار، بقول له لحي الله حدا ضد هذا الاتفاق اللي صار يعطيني شو الحل، ما يقول لي ضل كرسي الرئاسه فارغه، لانه كرسي الرئاسه فارغه يعني خطر مع المخاطر المحيطه فينا اللي ما بنعرف وين بتروح وامتدادها الى لبنان، يجب سد الفراغ الرئاسي، يعطيني حل كيف. نقيب الأطباء ريمون صايغ أكد أن محضر التحقيقات المهنية في مجلس النقابة خلص إلى أنه لم يتبين ارتكاب أي طبيب أي خطأ أو إهمال أو تقصير مهني أو طبي في قضية وفاة الطفلة تيارنو. قضية وفاة الطفلة تيارنو واتهام طبيبها المعالج الدكتور خليل القسطى ومستشفى حمود بالتسبب بوفاتها كانت الموضوع الأبرز خلال اللقاء الموسع الذي عقد في مستشفى حمود الجامعي مع نقيب الأطباء في لبنان الدكتور ريمون صايغ في قاعة المحاضرات. النقيب الصايغ قال إن محضر مجلس التحقيقات المهنية في مجلس النقابة خلص بأنهم لم يتبين ارتكاب أي طبيب أي خطأ أو إهمال أو تقصير مهني أو طبي مهيبا ببعض وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر وعدم التسرع في الحكم على الأمور. هذا مش قرار، هذه لجنة التحقيقات عطت تقريرها بس. شو خلصت؟ شو الخلاصة؟ أنه ما في خطأ طب بهذا الموضوع حسب لجنة التحقيقات. بعدنا نحن ما عرفنا شو السبب الحقيقي اللي أدى للوفاة. لا هيدا موضوع تقني، بتمنى عليك تحكي مع التقنيين بلجنة التحقيقات لأنه هني حاطين. لا أنا مطلع بس أنا ما رح فوت بالديتاي. نحن بنتأخر لتطلع بيان لنفس السبب اللي قاله النقيب. نحن ما قلنا حق، أنا كمدير طبي بالمستشفى ما إلي حق اتناول صحة أي طبيب أي مريض بالإعلام. من جهته أكد الطبيب المعالج للطفلة تيارنو الدكتور خليل القسطى أنه لا يوجد خطأ طبي أو أي تقصير بحالتها، معتبرا أن ما حصل معها فاجعة كبيرة وهو لم يترك العائلة أو الطفلة لحظة واحدة خلال علاجها. أدى فقدان المكابح إلى تدهور باص على طريق بكفي العيرون المتن مما تسبب في إصابة جميع ركاب بجروح وقد تم إخلاؤهم إلى المستشفيات في المنطقة. فجر عناصر من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني لغما أرضيا من مخلفات العدو الصهيوني عثر عليه في محيط بلدة الوزاني. وتتابعون بعد الفاصل. الانقلابيون يخرقون الهدنة في اليمن 900 مرة. في اليمن جددت الشرعية التزامها بالهدنة واستئناف العمليات السياسية بهدف إحلال السلام في وقت سجلت مئات الخروقات لوقف النار من الانقلابيين الذين فقدوا قياديين في مواجهات على الحدود مع السعودية. هنا اليمن حيث تصاعد وتيرة خروق الهدنة لا يعني حكما سقوطها، ففي بيان لقوات التحالف سجل ارتفاع كبير لخروقات الانقلابيين لوقف إطلاق النار خلال الساعات 24 الماضية غالبيتها في قطاعي جازان ونجران على الحدود مع السعودية، فيما تجاوزت الخروقات في داخل اليمن 700 أكثرها في تعز تليها مأرب والجوف وشبوة والضالع وحجة. نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر ورغم خروقات الهدنة أكد خلال استقباله الموفد الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد جدية الشرعية في العمل لإحلال السلام واستئناف العملية السياسية وضرورة وقف الحرب وإيجاد مخرج حقيقي يخدم أبناء الشعب اليمني. ميدانيا وجهت المدفعية السعودية وقوات حرس الحدود نيرانها على تجمعات الانقلابيين قبالة قطاع الموسم في جازان بعد محاولتهم الاقتراب من الحدود، حيث قتل قيادي حوثي يدعى رياض عبدالله محمد قوارة في منطقة ميدي اليمنية التابعة لمحافظة حجة. وأكدت قوات التحالف الرد على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك المعتمدة مع الاستمرار في ممارسة أعلى درجات ضبط النفس تجاه الخروقات. وفي محافظة
بلقات صعدة حرر الجيش اليمني المواقع والمباني المطلة على منطقة الجمارك ردا على عدم التزام الميليشيات الانقلابية باتفاق الهدنة، وأفيد عن مقتل القيادي الميداني الحوثي أحمد شرف الدين المهدي في غارة جوية للتحالف شمال محافظة صعدة قبالة منطقة الربوعة السعودية. فيما قتل القيادي الحوثي وعضو وفد الانقلابيين إلى مشاورات الكويت حسن يحيى الشرفي خلال المواجهات في الخوبة جنوب جازان، كما قتل 12 عنصرا من الحوثي قبالة نجران. هذا وشهدت مناطق حدودية عدة سقوط قذائف على المناطق المأهولة ومنها الجرادية في محافظة صامتة تسببت بأضرار في ممتلكات عامة من دون خسائر بشرية، وجاء الرد السعودي مباشرا باستهداف منصات إطلاق القذائف قبالة الطوال. اغتال مجهولون العميد عادل الرجائي قائد فرقة مشاة في الجيش المصري أمام منزله بمدينة العبور. ذكرت مصادر عسكرية أن منفذي الاغتيال كانوا يستقلون دراجة نارية بدون لوحات، وفور خروج القائد العسكري أمطروه بالرصاص وفروا هاربين. نظم أفراد الشرطة الفرنسية احتجاجات لخامس ليلة على التوالي في العاصمة باريس ومدن أخرى. احتج مئات من أفراد الشرطة أمام كاتدرائية نوتردام وسط باريس في الجهات المقابلة مباشرة لمقر الشرطة المركزية، ونظمت احتجاجات أخرى في كالي، ليل وتولون ومدن أخرى. وأشعل سخط الشرطة حادث وقع في بلدة قرب باريس في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قامت عصابة بإلقاء قنابل بنزين على 4 من رجال الشرطة في سيارة دورية. وتقول نقابات أن زيادة نشاط العصابات الإجرامية وهجمات المتشددين وضعت عبئا إضافيا على الشرطة. في أحدث استطلاع أجرته رويترز، قلص المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكي دونالد ترامب الفارق مع نظيرته الديمقراطية هيلاري كلينتون، بالرغم من الضجة التي أثارها حول تزوير الانتخابات والتسريبات الجنسية. ووفق الاستطلاع فإن الفارق بين المرشحين أصبح 4 نقاط قبل أيام قليلة عن موعد الانتخابات الأمريكية، مقابل فارق 7 نقاط الذي سجل في استطلاع مطلع الشهر الجاري. بعد الفاصل في الرياضة، موناكو يكتسح مونبلييه ويقفز مؤقتا لوصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم. وهلا صفحة رياضية مع هبة زيدان. مساء الخير. توفي اليوم حارس مرمى منتخب لبنان والمدرب القدير سميح شتيلة، يلي كان لاعب سابق مع عدد من الأندية اللبنانية أبرزها نادي الراسينج والنجمة، طبعا من أسرة قسم الرياضة بتلفزيون المستقبل. كل العزاء لعائلة الفايد. دوليا وضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، تمكن فريق موناكو من تحقيق فوز ساحق على ضيفه مونبلييه بنتيجة 6-2 ليقفز إلى وصافة الدوري ويوجه رسالة قوية للمتصدر نيس. رح يواجه متصدر الدوري الألماني بايرن ميونخ اختبار حقيقي الليلة على ملعبه وبين جماهيره عندما بيستقبل بروسيا مونشنغلادباخ، وعلى الرغم من أنه البايرن بيحتل الصدارة برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن كولن وبيبتعد كتير عن مونشنغلادباخ يلي بيحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة، إلا أنه ثمت تشابه بظروف الفريقين إن كان من حيث بعض الغيابات المؤثرة أو الصحوة يلي عم بيعيشها الفريقين. فبعد فوز البايرن على إينهوفن برباعية بالجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا وفوز مونشنغلادباخ على سلتك بثنائية، إذا النتيجة هذه النتيجة رفعته إلى المركز الثالث بالمجموعة خلف مانشستر سيتي بنقطة واحدة، مما يعني عودة أمال التأهل على صعوبته. أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا مدد عقده معه حتى 30 حزيران 2021. نيمار قال: أنا سعيد جدا لتمديد عقدي مع البارسا، أشعر بأنني في منزلي. وأضاف: اعتبرت مع عائلتي أنه من الأفضل بالنسبة لي البقاء هنا. بدي ذكر أنه بشكل نيمار يلي بيبلغ من العمر 24 عام على الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغوياني لويس سواريز الثلاثي الحلم بهجوم الفريق الكتالوني من بعد ما انضم إلى صفوف فريقهم بصيف 2013 من سانتوس البرازيلي،
وأحدثت حين قيمة الصفقة جدل كتير كبير، إذ أعلن أنها بلغت 57.1 مليون يورو، في حين كشفت التحقيقات لاحقا أنها بحدود 83.3 مليون يورو، وأن النادي الإسباني واللاعب أخفوا القيمة الحقيقية للتهرب من الضرائب. أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه بيرحب بمصافحة رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، وذلك قبل مباراة الفريقين بكرة الأحد بقمة لقاءات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز. مورينيو قال: لست صديقا لإبراموفيتش ولم أذهب يوما إلى منزله لأسباب شخصية، بل علاقة بيننا احترافية ولا يجمعنا سوى العمل فقط، لكن سأقوم بمصافحته إذا التقينا سويا قبل المباراة. وأضاف: مو لا توجد مشاكل بيننا، وعندما قرر إقالتي للمرة الثانية فهذا حق له، ولم يكن أمامي سوى الاستجابة لرغبته. بدي أذكر أنه رحل مورينيو عن قيادة تشيلسي المرة الثانية بإقالته بكانون الأول الماضي بعد ما تراجعت نتائج الفريق بالنصف الأول من الموسم الماضي. اختارت روسيا الذئب ليكون تميمة أو تعويذة مونديال 2018 لكرة القدم، وذلك بعد تصويت تشارك فيه أكثر من مليون شخص ودام لمدة شهر. وقد صممت هالتعويذة يلي أطلق عليها اسم زابيا فاكا، يلي ترجمتها من اللغة الروسية الشخص يلي يسجل، على يد الطالبة إيكاترينا بوكروافا، وحصلت على 53% من الأصوات. وقام يزيد عن مليون شخص بالتصويت عبر موقع الاتحاد الدولي للفوتبول ومن خلال برنامج حي تنبثه على القناة الأولى الروسية خلال فترة التصويت يلي دامت لشهر، لا يزدل بذلك الستار على أكبر عملية إبداعية لاختيار تعويذة رسمية بتاريخ كأس العالم بحسب ما أكد موقع فيفا. ختام نشرتنا الرياضية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين: اللقاء الديمقراطي يلتئم للبحث في الملف الرئاسي، والحريري يؤكد أننا ذهبنا للتسوية حرصا منا على إنقاذ البلد. النفايات تعود مجددا إلى شوارع العاصمة بسبب إضراب عمال السكلين، ورئيس بلدية بيروت يحذر الشركة. تقدم مهم في العمليات لتحرير الموصل، والقوات المشتركة تقتحم الحمدانية وتتوغل في تل كيف. وفي الرياضة، نيمار يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2021. نهاية النشرة، إلى اللقاء.